إذا كنت بنت قصيرة القامة هذا الفيديو لك ولازم تحضري لأنه رح يغير حياتك من ناحية الفاشن والستايل. خلونا أهلا وسهلا فيكم من جديد بلايف الفاشينيستا، واليوم رح نحكي عن أهم قواعد ارتداء الملابس للفتاة قصيرة القامة أو الصبية البيتيت. أنت ممكن تلبسي أي شيء بدك إياه، ولكن في فرق لما تلبسي الشيء المناسب إليك واللي بتكوني فيه مرتاحة ومبسوطة وواثقة من نفسك. عشان هيك رح أساعدك تظهري جسمك بأجمل شكل ممكن تشوفي حالك فيه، ورح أعطيكي بهذا الفيديو طرق تانية غير الكعب العالي تعطيكي طول، خصوصاً إنه هلأ حياتنا صارت كتير عملية ومش كل يوم عم نقدر نلبس كعب عالي. هذا الفيديو طبعاً رح يكون عبارة عن قسمين، القسم الأول رح يكون عن كل قطعة ملابس كيف تختاريها وكيف تلبسيها، والقسم الثاني رح أركز لك على قواعد عامة تعتمديها في اختيارك لملابسك وتنسيقه لطريقة لبسك. بالنسبة للبناطيل أو البانتس، دائماً اختاري الهاي ويست والوايد ليج، الخصر العالي والواسع من تحت من عند الرجلة، وأكيد أكيد تختاري المقلم بالطول. ممنوع تلبسي أي شيء مقلم بالعرض لأنه رح ينصحك ورح يقصرك، يعني اختاري الفيرتيكال سترايبس، أوكي؟ أما الطول المثالي للبنطلون أو البانت فهو إما بتلبسي بنطلون طويل طويل لعند الكعب لازم يغطي الكعب العالي، أوكي؟ أو بتلبسي شورت زي الشورتات الجينز أو الكتان. يعني البرمودا ما بفضله للصبايا قصيرات القامة وبفضل إنك تستثنيهم، لكن الحل الوحيدة إذا كنت حابة تلبسي برمودا وإنتي فتاة قصيرة القامة بهاي الحالة الشوز أو الحذاء اللي برجلك لازم يكون فلات. أما بالنسبة للتيشيرت، فالتيشيرت دائماً لازم تكون جوا البنطلون. إذا كانت التيشيرت برا البنطلون فوراً بتنسقي عليها حزام بلت، أوكي؟ أما إذا كنتي من محبين لبس القمصان أو التيشيرتات أو التوبس بشكل عام اللي عليها برينتس كبيرة، صور كبيرة، نقشات ملونة، هون بفضل النقشات تكون كتير بتيت كتير ناعمة على نعومتك البسي ملابسك. وبدك الصح؟ أنا بفضل تلبسي القمصان أو البلايز السادة بدون أي برينتس للبنت قصيرة القامة. اعتمدي كفي الأكمام الطويلة وخلي الكمام 3/4، يعني إذا كنتي لابسة بلوزة أو قميص أو واتيفر التوب طويلة لا تخليها طويلة، دائما كفيها خليها 3/4 لهذا الطول. أما بالنسبة للأبة بدك تعتمدي الفينك، لأنه الفينك تلقائيا رح تعطي طول للرقبة، يعني بالشتاء اختصري لي البلايز اللي بتكون أبة خنق أو الأبة هاي اللي بتيجي فوليوم كتير كبير، أوكي؟ هاي كلها لأنها رح تخبي رقبتك وبالتالي رح تعطيها قصر، رح تبيني أقصر. إحنا الفكرة من الفينك إنه نحاول نبرز قدر الإمكان جزء أكبر من رقبتك على أساس إنها تبين أطول، أوكي؟ وما ينطبق على الأبة صراحة ينطبق على الإكسسوارات، يعني بالإكسسوارات اعتمدي الإكسسوارات السناسيل اللي طويلة. طبعاً هلا بالنسبة لتسريحات الشعر بدك تعتمدي الكعكة العالية أو البونيتيل، هذه كلياتها بتعطيكي 1-2 سنتي طول. وبالنسبة لطول الشعر بدك تستثني تماماً الشعر الطويل، بدك تعتمدي قصات الشعر القصير، ماشي؟ لأنه الشعر الطويل رح ياخذ من طولك ورح تبيني معه قصيرة، وفي كتير قصات قصيرة مرتبة وكتير إليجانت وكتير مودرن. بالنسبة للفساتين والتنانير، طبعاً الطول المثالي للدرس وللسكيرت يا إما بيكون قصير قصير أو إما بيكون طويل جداً، أوكي؟ وطبعاً اتنيناتهم بينلبسوا على كعب، إذا كنتي حابة تلبسيهم على بوت رياضة فوراً بتضيفي بلت، أوكي؟ وبوت رياضة أو الفلات أو السنيكر لازم يكون نفس لون الدرس أو التنورة السكيرت اللي أنتي لابستيها، حتى الحزام لازم يكون كله نفس اللون، ما ينطبق على الفستان ينطبق على السكيرت. ركزيلي على الميني سكيرت أو السكيرت التنورة الطويلة جدا جدا. في شيء اسمه بنسل سكيرت، البنسل سكيرت هاي اللي بتيجي هيك المطولة، هذه خيار تعتبر ممتاز للفتيات قصيرات القامة، يعني هذه البنسل سكيرت لأنها طولية، أوكي؟ البسي عليها كعب عالي مش معقول قديه حتلاحظي إنه أعطاكي طول. الطول المتوسط ما بفضله أبدا، اللي هو مثل طول البرمودا اللي تحت الركبة تقريبا بنص شبر، هذا بدنا نبعد عنه تماما لأنه تلقائيا رح يقصر رجلك. لكن الاستثناء اللي بتقدر تلبسي فيه طول الفستان أو تنورة يكون وسط
تختاريهم يكونوا واسعين جدا، ما بتحطي بلت او حزام تلبسي عليهم، كعب عالي فقط، ويكون اللون نيود او نفس لون الفستان او التنورة. اما بالنسبة للجاكيتات، فهون الجاكيت يفضل انها تكون قصيرة، ما تكون بيج، ما تكون باف، اوكي؟ نبعد عن كل هاي القصص. وبالنسبة للكارديغانز كمان ما بدي اياها تكون ضخمة كتير، ما بدي اياها كمان تحتوي على اي تفاصيل كبيرة، يعني جيب كبيرة، طبعة كبيرة، ويفضل انها تكون طويلة جدا، ماشيتها خفيفة. الكارديغانز الطويلة اللي عند الكعب هاي بتعطيكي حل سهل وبتضيف لك طول بدون ما تلبسي كعب، يعني ممكن تلبسي الكارديغانز برضو على فلات، ما في اي مشكلة، وبنفس الوقت راح تعطيكي تلقائيا طول. بالنسبة للشناتي، دائما اعتمدي الشناتي او الجزدين اللي حجمها صغير، لانه الشنطة الكبيرة رح تخلي التركيز عليها هي، وعشان هيك اتجنبي الشنات الضخمة، اعتمدي الكروس باك او السكات الصغيرة. بدي اياكي انت اللي تكوني ملفت للانتباه، مش الستيتمنت بيس اللي انت لابستيها، بدي اياكي انت تكوني الستيتمنت بيس، اوكي؟ هلا ان كانوا لابد وحابة تحملي شنطة كبيرة، بهاي الحالة تشتري شنطة شفافة ترانسبيرنت. اما بالنسبه للشوزات او الاحذيه، دائما البسي احذيه او شوزات حجمها صغير، ابعدي عن كل شيء ضخم برجلك، لانه ما بدك الشوز اللي برجلك ياكل من جسمك او يبين انه بلك او شيء ثقيل برجلك. وابعدي عن الاحذيه او الشوزات اللي بتكون دائريه من قدام، او الشوزات البوت الرياضه اللي بيكون له كعب، هذا ابعدي عنه تماما. بدنا نبعد عن أي سكربينة أو صندل أو أي حذاء بتلبسي بيكون طوله كتير كبير، لأنه هذا بياكل من طول رجليكي، ورح يبين رجليكي قصار أكتر مهن قصار. هلأ كبدائل أو شو الشيء اللي لازم تعتمديه؟ أول إشي الكعب العالي أكيد يعتمد. اثنين، كبديل للأحذية الضخمة وكبديل للأحذية الطويلة وكبديل للأحذية اللي بتيجي مع رباطات، هون يا إما بتستخدمي أحذية لونها نيود، أوكي؟ لونها محايد من الألوان اللي بتشبه ألوان البشرة، هاي بدك تعتمديها، سواء كانت كعب سواء كانت فلات. في عندك مثلا عشان الموضة هلأ دارجة وبتقدري كتير تلاقيها بالسوق، الأحذية الشفافة هاي ممكن تستغليها استغلال رائع، سواء كانت صنادل أو سواء كانت فلات، كتير مناسبة للفتاة قصيرة القامة وما بتاكل من طول رجلك أبدا، وتعتبر بديل ممتاز. وهلأ يا صبايا رح ننتقل للقواعد العامة، بعد ما أخذنا كل بيس تحديدا وشرحنا عنها، هلأ رح أعطيكي القواعد العامة تمشي عليها بشكل مختصر. البسي كل شيء خصر عالي هاي ويست، سواء كان بنطلون أو تنورة، عشان يبين طولك، وممنوع منعا باتا تلبسي خصر واطي لأنه بيقصر رجلك. البسي الملابس الضيقة، لأنه الملابس الواسعة رح تاخذ من حجم جسمك، في حال كنتي لابسة ملابس واسعة مثلا تيشيرت واسعة أو قميص واسع، فورا تستخدمي الحزام عشان يحدد خصرك ويعطيكي توازن ما بين الجزء العلوي وما بين الجزء السفلي. إذا كقاعدة ممنوع لبس الأوفر سايز وممنوع لبس واسع بواسع، خليكي متذكري هاي القاعدة. بالنسبة للبلت والحزام، دائما أضيفي الحزام أو البلت لملابسك، لازم يكون البلت رفيع، ممنوع تلبسي حزام تخين أو عريض، لأنه راح يفصل الجزء العلوي من جسمك عن الجزء السفلي. الحالة الوحيدة اللي ممكن تلبسي فيها حزام تخين أو عريض إنه يكون لونه شفاف، أوكي؟ ترانسبيرنت. اعتمدي اللون الموحد، أسود مع أسود، لبستك كلها تكون أسود، مثلاً التوب سودا، البنطلون أسود، السكربينة لونها أسود، وحتى الحزام أسود، لأنه درجات اللون الواحد هذا كله رح يعطيكي طول. وطبعاً أنا ما بحكي هون بس عن الأسود، ممكن يكون أي لون تاني، يعني ممكن تستخدمي درجات اللون الأحمر، ممكن تستخدمي درجات اللون الأزرق، يعني هون كوني ذكية وتلاعبي بدرجات اللون الواحد. هذا الستايل طبعا يا صبايا بسموه مونوكروم. وهيك بكون خلصت فيديو اليوم، بتمنى ان يكون عجبكم، وبتمنى انكم تحضروني دائما، وبشوفكم ان شاء الله بفيديوهات قادمة.